كل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم. عايزين نركز شوية على التصنيف العالمي اللي حصلت عليه البحرية المصرية لما ارتقت إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم، وده وفقا لموقع جلوبال فاير واللي بيتخصص في الشؤون العسكرية على مستوى العالم. الموقع لما عمل هذا التصنيف للبحرية المصرية ارتقى بيها للمركز السادس عالميا والأول عربيا، وطبعا ده بعد يعني تطوير كبير كنا كلنا شهود عليه، وأحيانا كنا ما بنقدرش نفهم كتير من تفاصيله. كلنا فاكرين انضمام حاملتي الطائرات المسترال، وكلنا كمان كنا شركاء على متابعة وصول الغواصة اللي هي واحدة من أربع غواصات اشترتهم وتعاقدت عليهم الدولة المصرية من ألمانيا. وصلت الأولى منهم بعد 23 يوم إبحار، وكان بيقودها أبطال البحرية المصرية. تحركت من ميناء كيل الألماني إلى قاعدة رأس التين في إسكندرية. أعتقد كلنا تابعناها، والأسبوع الماضي كنا بنتكلم طول الوقت على دخول هذه الغواصة لميناء رأس التين، ويعني ذاكرة حضراتكم البصرية بالتأكيد طول الوقت المشهد اللي قدامنا ده كان حاضر في أعينكم. لازم هنا نتوقف شوية، هل إمكانيات البحرية المصرية اللي بتشهد هذه المرحلة من التطور الكبير جدا التقني والمتنوع في التسليح، هل ده بيقول لنا قد ايه ان القائم على عملية التغيير طول الوقت عينه على مفردات مصر، على كل احتياجات هذا الوطن، وبيتحرك لسد هذه الاحتياجات وفقا لقانون الاولويات، يعني وهو بيبني قوته اللي بتحمي اقتصاده اعتمادا على القوة البحرية، هل بدأنا نتلمس ليه؟ ليه كان لازم واحنا بنكتشف كل ما نملكه من غاز في يعني مياهنا الإقليمية ومياهنا الدولية، كان لازم يكون عندنا هذا الاهتمام بالبحرية المصرية. ولما يحصل هذا الاهتمام ده معناه ببساطة إن الحكاية خلتنا نرتقي إلى هذه المرتبة السادسة. طيب خلوني أقول لحضراتكم، صفقة الغواصات دي مش مجرد صفقة بيع وشراء، لا، القرار بالتأكيد أكبر من كده بكتير، لأنه الحكاية بدأت في 2010 لما تم التوقيع بين الجانب المصري وقتها في زمن الرئيس مبارك وما بين الجانب الألماني. لكن فجأة وبدون إحنا العامة ما ننتبه ليه تعطل المشروع، خلانا نقف ونكتشف أشياء كتيرة ما بين السطور من 2010. عارفين في 2010 إيه اللي حصل يا ظهير هذه الدولة؟ القصة بتبدأ فصولها مع القضية رقم 467 لسنة 2013، حصر أمن دولة عليا. والقضية دي لو انتوا فاكرين البعض منكم ممكن يتذكر تم اتهام فيها الجاسوس عبد الله الشبيني وصحر إبراهيم ومحمد سلامة، وكان معاهم اتنين من الموساد الإسرائيلي سامويل بن زائيف وديفيد وايزمان، والاتنين من ضباط الموساد الإسرائيلي. القضية دي الحقيقة كانت مش مجرد قضية جواسيس، لا، ومش قضية بسيطة. الحقيقة ان سحر اللي كانت بتعمل يعني صحفية، وهي وخطيبها اتحركوا من واقع حصولها على كارنيه نقابة الصحفيين داخل مفاصل الدولة المصرية بيسر، باعتبار ان هي بتشتغل على العديد من الموضوعات وعمل التحقيقات الصحفية. والحدوتة انه مجرد طموحها ما التقى هي وخطيبها في الوقت ده مع الاتنين اللي اتعرفت عليهم، فكان مطلوب منها تجميع اكبر قدر من المعلومات، وجات المسألة معاها عندما قدمت المعلومة اللي بتقول ان مصر والألمان اتفقوا وفي طريقهم للتعاقد على صفقة من الغواصات الألمانية. عايزة أفكركم عشان تعرفوا إن الحاجات دي ما هيش حاجة سهلة، علشان لو حد من أسرتك بيشتغل في المؤسسات الحساسة في الدولة وبيتكلم قدامكم في تجمع ورمضان جاي، ما ناخدش الكلام كده، ولازم حد يبصله ويقوله ما يصحش تحكي الأمور المتعلقة بيك إذا حكى. وأيضا
لو حد مننا بيشتغل في الشغل المدني وكان طبيعة شغله بتسمح له أن يبقى جوه هذه الدوائر، يا ريت ليس كل ما نلتقطه نستشعر أن هو كنز وأن احنا امتلكناه، لأنه في نهاية الأمر أنت بتتعامل مع المسؤولية الوطنية. وبمجرد ما نقلت المعلومة دي اشتغلت إسرائيل على الموضوع هي ومن يقف وراها، ولازم هنا نتذكر من يقف وراها لازم عينينا تروح بريطانيا قبل ما توصل لأمريكا. وبالفعل تم تعطيل وتعويق إتمام صفقة الغواصات الألمانية لمصر لحد في 2011 بدأت عملية إحياء عملية التفاوض مرة أخرى، وقفزت في مشوار سريع لحد ما انتهت بعد 30 يونيو بالإقرار بهذا الحق لمصر، واللي في المقابل إسرائيل كمان حصلت على 2 من الغواصات الألمان. ولما إسرائيل حصلت عليها في جزء أساسي حضراتكم مش بتتذكروه من قضية الفساد اللي بتشير بأصابع الاتهام لبنيامين نتنياهو، على خلفية الشركة اللي وفرت ويسرت عملية إتمام الصفقة الإسرائيلية الألمانية في هذا النوع من الغواصات الألمانية مرة أخرى. الأمور دي تستحق إن احنا نقف عندها. واللي خلانا نفتح مع حضراتكم الباب انه من اليوم اللي تعالت فيه اصوات بعض الاعلاميين من منصاتهم وهم بيقولوا ولازمته ايه الاسطول الجنوبي واحنا بنشتغل ليه بالطريقه دي، ولما كنا بنقول ان ده هو السؤال الخطا كان البعض بيشكك فينا، لانه طبيعه عصر الفتنه التشكيك في كل شيء. لكن النهارده اهو بنعرف الصفقه دي اللي تم ايقافها بإعاز من اسرائيل وبريطانيا ثم امريكا، لما تمت وحصلنا على أول غواصة منها ودخلت لميناء رأس التين بعد عدد من الإنجازات قبليها كانت المسترال وغيرها، في الآخر إحنا دلوقتي ارتقى سلاح البحرية المصري إلى هذه المرتبة. تفتكروا الحكاية دي ممكن تعدي بسلام؟ طيب هل تفتكروا لو ما كناش قمنا بتعزيز قواتنا البحرية كان ممكن نعيش في سلام ونحافظ على حقنا في الغاز اللي موجود في البحار، ولا المسألة بتقول إن اللحظة كلها في الوطن ليس فيها خيار، مش بمزاجنا، إحنا مش في لحظة اختيار، الأمور إما أن نفهم فنقتنسها فنكون أو لا نكون. علشان كده لما سلاحكو سلاح البحرية يبقى ده تصنيفه لازم عينينا تقول باعتراف حقيقي ان القائم على عملية التغيير من الوعي انه بيدرك احتياجات الوطن المتعددة، ولكن يتم تغذية هذه الاحتياجات وفقا لفقه الاولويات. علشان الصوت الغلط لما يقول طب امتى الاكل هيرخص، طب امتى الدولار هينزل، احنا بنجهز نفسنا للي جاي حفاظا على ارض الدولة، مواطن الدولة، علم الدولة. ما تدخلنيش في التفاصيل اللي هي فقه الاولويات تتراجع كثيرا. علشان تصدقوا المسألة لانها اهم بكتير من الامور الصغيرة دي كلها، خليكم معايا بعض الفاصل علشان نطرحها على الخبير السياسي والاستراتيجي الكاتب الصحفي الاستاذ احمد عز الدين. يبقى دوما تجديد اللقاء بحضراتكم على الرضا وعلى الخير. وسريعا هنروح للخبير السياسي والاستراتيجي الكاتب الصحفي الاستاذ احمد عز الدين اللي بينورني. مساء الخير. مساء النور. انا واقفه شويه عند محطات بيتم فيها ترتيب اوراق الاقليم، مش هاخدك لبعيد قوي وابدا من سوريا وخان شيخون لان مفتاح المساله كلها بادئ في المشهد ده، لكن انا عايزه اسيبه وارجع له وابدا من الزيارة رباعية الأطراف اللي مش مفهومة اللي قام بها وزير الدفاع الأمريكي، بدأ من المملكة العربية السعودية ثم مصر ثم إسرائيل ثم الأردن، صحيح؟ أي نعم. الزيارة دي إيه؟ شوفي أنا بس عايز تسمحي لي، يعني هأبدو كأني خارج عن الموضوع بينما أنا في قلبه. امبارح كانت في الانتخابات الفرنسية، وأنا مش بتكلم يعني عشان أعلق على الانتخابات الفرنسية، انما فاز ماكرون بنسبه الاغلب من الاصوات. تبص في التلفزيون تلاقي مثلا تجدي مذيع مصري
قاعد يتكلم يقول انه يتمنى ان يرى رئيسا في هذه الحاوية وفي هذا السن في مصر مثلا، ويضفي على الرجل اوصاف ليست فيه كبيرة جدا. انا عايز بقول كده ليه الحقيقة، بقول لاننا في الغالب اولا ماكرون نجح ليس بجهده الشخصي ولا بقوته، ولا نجح لان وراءه 40 مؤسسة وشركة رأسمالية في فرنسا تستحوذ على 90% من رأس المال الفرنسي كله. الحمد لله. القصة ليست ذاتية ولا شخصية ولا أي حاجة. المقارنات يعني اللي ابتدت بهذا الشكل للأسف بتبقى سطحية. سطحية. ولهذا ينبغي في كل حاجة إن إحنا نمسك بالجذور، ما نقفش أمام سطح الصورة وألوانها وتبهر عيوننا وفي النهاية ننتهي إلى تعليقات وتحليلات لا علاقة لها بجذور المسألة وبقلبها. تمام، موافقة جدا. لو بدأت بالنسبة للزيارة، هو في محطة تانية كانت في جيبوتي للحقيقة، لأن الأخيرة بعد الأردن، لأن بعد مسقط أقصد بعد الأردن كان في الولايات المتحدة لها قاعدة كبيرة في جيبوتي، وهذه القاعدة بعض الخبراء تحدثوا الحقيقة في التلفزيونات عن أن أمريكا لديها 2500 جندي فيها، لكن الآن وصل العدد إلى 4000 جندي أمريكي، ولها قاعدة أخرى قريبا منها في أريتريا. واللي أنا عايز أقوله أن بالمفارقة مثلا القاعدة الأمريكية الموجودة في جيبوتي تبعد عن القاعدة الصينية في جيبوتي 13 كيلومتر فقط. فإحنا بنتكلم عن حشد في هذه في منطقة البحر الأحمر، حشد كبير ومنظم ومتداخل إلى حد كبير. لو بدأنا من الرحلة، أنا عايز أقول لك مثلا برضو من ضمن مسألة النظرة إلى السطح الخارجي، لأن أنا أعتقد أن مصر بتقوم بما يمكن أن تسميه في ضوء كل التهديدات الاستراتيجية اللي حواليها، وفي ضوء الخلخلة الكبيرة الموجودة في البيئة، وفي ضوء تناقضات الحادة اللي موجودة في البيئة، وفي ضوء أوضاعها العامة في المنطقة ورؤيتها، بتقوم بما يمكن أن تسميه تخفيف الإجهاد في علاقاتها الإقليمية والدولية. حلو المصطلح ده، تخفيف الإجهاد في علاقات مصر الإقليمية والدولية. تمام. وهذا أمر هذا أمر لا يعني إطلاقا أن كل المشاهد اللي بنراها في مجمل الصورة في ذهاب مصر يمينا أحيانا أو يسارا أو وسطا أو إلى كده، يعني أن مصر قد سكنت نفسها في هذا المربع. ما ينفعش نفهم المسألة بهذا الشكل، ما ينفعش. تمام. مصر تراوح لكن مصر تراوح فيما اعتقد وفيما افهم وبثقتي في الجيش المصري والقياده المصريه، بتراوح داخل قواعد امنها القومي حتى الان، حتى لو بدا ان خطواتها يعني تهم بالخروج احيانا من هذه المربعات، لكن القصه في اساسها كده. انت امام هذه الضغوط الشديده الواقعه عليك، وهي ضغوط لها طبع اكراه سياسي واجتماعي واقتصادي وعسكري وامني الى اخره، مثقله بالاعباء الى حد كبير جدا، واعباء بعضها ومعظمها مصنوع ومصدر اليك ايضا. من الطبيعي جدا ان يكون جزء من توجهك السياسي العام هو محاوله ان تخففي من الاعباء الاجهاد الذي يلحق بعلاقاتك الاقليميه والدوليه. فينبغي أن يفهم هذا، لكن أنا أستطيع أو أرى أن الموقف المصري ممكن تصفيه ببيت شعر جميل أو شعر عراقي كبير يقول بالضبط: أمشي مع الجميع وخطوتي وحدي. طب ما ينفعش، يعني أنا عارفة ليس كل ما يعرف يقال، بس ما ينفعش نوضحها بشكل، أنا أعتقد جمهوري الحمد لله فاهم، بس خلينا نوضح ولو بمثال بسيط. يعني هضرب لك مثلا في مقالة كتبها اللواء متقاعد في جريدة الأهرام من كام يوم، اتكلم فيها وقال إن مصر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت من مفاهيمها الاستراتيجية في التعبير، وأنها قد اعتمدت رؤية نهائية للإقليم باعتماد استراتيجيتها على 3 دول في الإقليم، هي السعودية ومصر وإسرائيل، وبشر بأن هذه الاستراتيجية إن شاء الله ستكون ناجحة. ده في الأهرام؟ نعم. احنا كده بنقرا صورة من بره. طبعا نقرا صورة من الخارج جدا جدا كمان. لا الولايات المتحدة غيرت
مفاهيمها الاستراتيجية الأساسية في الإقليم، ولا مصر يمكن أن تكون جزءا، أو يعني بلاش أقول جزءا، حتى جزءا من أدوات الاستراتيجية الأمريكية في الإقليم في إطار هذا المثلث الذي تحدث عنه. لكن أنا يعني أحيانا مش عارف أفسر إذا كان هناك من يمتلك الرؤية وأحيانا يمتلك المعلومة، ها؟ يعني ليه نصنع يعني صور ليست حقيقية؟ إن احنا نركب أجزاء، أنت عارفة زي اللي بيصنع إنسان آلي فيجيب رجل جماعات المصالح يا أستاذ أحمد وجمهورنا فاهم حاجة يعني اللي مصلحته بصراحة يرتب أوراقه بالطريقة الفلانية علشان يعتم على إنه يقول الكلام الطبيعي أو الموضوعي، هيقول أي كلام للإشغال. خلينا نرجع طيب خلينا نرجع المسؤول. ونقول أولا أن هناك 4 دول عربية ما زالت تحت خط النيران. 4؟ نعم. العراق وسوريا واليمن ومصر. وليبيا فين؟ وليبيا أيضا. 5. أنا استثنيت مصر في الأول ما عادش أقولها يعني. بالضبط، أنا تعاملت إنهم 4 تحت خط طيب. النيران يعني في جزء منها يعني يحاول أن يتحول أن يكون تحت خط النيران. هل النيران دي في ضوء الترتيبات الإقليمية التي تجري هناك أمل في أن تنطفئ؟ هل هناك تغيير حقيقي في مفردات الاستراتيجية الأمريكية وفي مفاهيمها الأساسية؟ هل نحن ذاهبون إلى تهدئة في الإقليم؟ هل نحن ذاهبون إلى صياغة توازنات تعين الإقليم عن أن يتجاوز تناقضاته المشتعلة حاليا ويطفئ نيرانه؟ البعض تحدث أنه خان شيخون هتكون ورقة لتوفير مظلة لخروج آمن في مشهد اليمن. أنا لا أعتقد هذا في الحقيقة، لأن السيد بوتين لسه قبل يوم واحد كان في حديث ربما يكون خاص شوية، كان بيتكلم عن أن لدى روسيا معلومات مؤكدة من مصادر مخابراتها ومن مصادر مخابرات أجنبية أخرى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بتوزيع مواد كيماوية في أنحاء مختلفة من سوريا للقيام لتكرار تجربة خان شيخون. فما أعتقدش. الأمر الثاني إن علينا أن ننظر فوق القمة في الحقيقة في العلاقة الأمريكية الروسية الآن. طب هل العلاقة الأمريكية الروسية زي ما الرئيس الأمريكي قال يعني في برامجه الانتخابية وفي مقدمة اطلاعه بمسؤولياته كرئيس الولايات المتحدة أنها زائبة إلى تهديدها واتفاق وإلى آخره؟ مش صحيح. أنا أعتقد على العكس، العلاقات ذاهبة إلى مزيد من التوتر ومزيد من التوتر في الفترة. بس احنا قلقانين ان يحسبوها بمفهوم المصالح بينهم هما الاثنين. لا مش حاصل، لانه هما هقول لك في الزيارة الاخيرة بتاعت ريكس تيرسون وزير الخارجية، الغريب قوي ان وزير الخارجية يروح روسيا ووزير الدفاع يأتي الى المنطقة. وزير خارجية الولايات المتحدة في روسيا كان شرطه الاساسي ان الروس ينتهوا الى ان الاسد يذهب مقابل معالجات اخرى بقى في اوكرانيا. في اوكرانيا يعني في مبادله اهو، في صفقه. لكن الروس رفضوا. الروس رفضوا تماما. ولهذا انا بقولك ان مساله ان في توازن في العلاقه في الفتره الجايه سينضج شيئا او تسويه ما في الاقليم ليست وارده، على العكس اللي هو احنا رايحين لتصعيد اكتر. نعم، انا هذا ما اعتقد، واننا ذاهبون الى تصعيد اكتر. طيب فالعلاقه اللي فوق القمه اللي موجودة في المنطقة يعني. طب قبل ما نتشتت، حضرتك ذكرت وزير الخارجية الأمريكي يبقى في موسكو، وزير الدفاع يبقى في الإقليم الملتهب أو أرض المصلحة زي ما بيسموها. فكلنا طيب المسألة، الحرب هنا والمساومة هناك. الشرط الوحيد اللي قدمه تيرسون في لقائه وزير الخارجية الروسي هو ده، اخلعوا وافقوا على خلع الأسد ونحن نتفق وفي إطار صفقة. الروس ما يقدروش يعملوا كده، لعدة أسباب. الروس لو عملوا كده يفقدوا مصداقيتهم في الإقليم التي تتطلع إليها بعض دول الإقليم. ويعطوا انطباع أنهم قادمون من أجل مصالحهم الذاتية البحتة. طبعا لهم مصلحة استراتيجية في تواجدهم في الإقليم، لهم مصالح استراتيجية في تواجدهم في سوريا، لهم مصالح استراتيجية في دعم علاقتهم بدول الإقليم. حضرتك عارف أن طول الوقت السؤال مطروح في الأرض المصرية، هم التقارب اللي كان واضح ما بين الإدارة المصرية والإدارة الروسية، هل بيتخلخل؟ هل بيروح مكانه في ظل بقى ان في محاولات عقد صفقة هناك
على أرض الإقليم هنا؟ أنا ما أعتقدش أنه تخلخل بالمعنى الذي يتحدث عنه الله. الروس منذ البداية يفهمون ما يحدث في مصر ولديهم قرون شعار قوية هنا. كون بقى في مسائل دخلت في العلاقة زي مسألة اعتبارات إعادة السياحة ومسألة موقف بوتين الداخلي من مسألة القتل اللي حدثوا يعني في 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 مشروع نووي والمفاوضات حوله إلى آخره. لكن أنا ما أعتقدش أن قلب العلاقة المصرية الروسية قد أصيب بسكتة مثلا أو أصيب بانسداد. هذا ليس صحيح. صحيحا يعني. شوفي هو ده يتوافق مع اللي حضرتك ذكرته، بس خليني أفكر السادة المشاهدين بيه، بأنه بالأساس مصر بتتحرك وهي بتراوح نفسها داخل كل هذه القواعد بمفهوم مصالحها في الأمن القومي، وبالتالي علينا كلنا لو شفنا مصر في الولايات المتحدة مش لازم اللي الإعلام بيعمله ده كله يتم تصديقه. اللقاء فيه إيجابياته وفيه سلبياته، وإحنا هنقتنص منه اللي يتوافق مع مصلحتنا، لأن عنواننا المعلن هو مصلحة الدولة المصرية. طيب مصر تسيب أمريكا وتتعامل مع الطرف الروسي، هتقبل اللي تريده ولن تقبل ونفس الأمر مع كل الدول العربية. علشان كده ما كانش في أي إشكالية في أنه يتم عقد اتفاقات ولا تفعل، عندما يريدون أن يفعلوها يفعلوها، عندما لا يريدون مصر زي ما كان بيقول الأستاذ أحمد بتعتمد سياسة تخفيف الإجهاد، يعني هي مش هتدخل في مواجهات تفرض عليها، هي بتختار توقيتاتها ونوعية مواجهاتها، صح كده؟ صح طبعا. لكن اللي أنا عايز أضيف له إن تخفيف الإجهاد في هذه المرحلة مطلوب، لكن في قواعد لازم تحكمه. أهم قاعدة بتحكم دي طبعا أنت بتعملي ده وأنت جوه قواعد أمنك القومي بالتأكيد، ما خرجتيش عنها، ده شرط جوهري بالتأكيد. الأمر الثاني إن ما بقاش تخفيف التناقض مع الخارج أداة لتصعيد التناقض في الداخل. دي مهمة جدا، دي مسألة ينبغي أن توزن بميزان من ذهب. لأنك أنت بتصدري للداخل في الحقيقة كمان بما يقال هنا أو ما يقال هنا أو ما يساعد على خلق يعني اوضاع كبيره جدا. تزايد عمليه شحن في الداخل. نعم. انت بتتكلم فيها. فمساله التوازن ده مهم جدا، الا يكون تخفيض التناقض مع الخارج وسيله لتصعيد التناقضات في الداخل، لان ده مهم جدا في الحاله المصريه. طيب الحلقات بتاعت ماتيس المسعور دي انا بالنسبه لي لها معنى، ولها معنى في تغير المواقف لهذه الدول في الإقليم. يعني مصر في رؤيتها للملف السوري تختلف تماما كانت عن الرؤية السعودية، والآن عادت الأردن لتلعب الدور القديم واختلفت الرؤية بين مصر والأردن على الملف السوري. إسرائيل قررت تطلع بوشها المكشوف وتقول لك أنا داعش بيعتذروا لي لأنهم ضربوني بالغلط، لكن أنا أضرب الدفاعات الجوية السورية وموت ناس هناك، ده عادي. إسرائيل قررت هي كمان تدخل المشهد بوشها المكشوف. أقدر أقول لك إذا كنا بنتكلم عن إسرائيل أولاً، أن أكثر سؤال طرح على ماتيس في إسرائيل يتعلق بدور القوات الجوية الإسرائيلية في العمل العسكري في سوريا، ومتى يتاح لها أن تدخل بشكل كبير، خصوصاً وأن الطيران السوري الآن أصبح تحت مظلة الدفاع روسية. الطيران السوري تحت مظلة الدفاع روسية الآن. لكن إسرائيل لها دور. أنا بتكلم في إيه؟ إحنا داخلين في المرحلة الرابعة للاستراتيجية الأمريكية، وأنا يعني دي حلقة تانية. لكن بس عنوانها إيه المرحلة الرابعة دي؟ المرحلة دمج إسرائيل ودمج قوى إقليمية أخرى في المعارك بشكل مباشر مثلا. تصعيد العامل الإنساني كأداة لاستخدام القوى المسلحة دون مرجعية قانونية أو مرجعية النظام الدولي مثلا. في سوريا برضو في التقسيم وبناء مناطق آمنة زي ما هيحصل الآن في سوريا أو ما يتم التوجه إليه إلى آخره. في عناوين كتيرة محتاجة تتفصص الحقيقة، بس مش خلينا في الزيارة الآن، ويبقى ده يعني شيء آخر. تمام. اللي أنا عايز أقوله في إسرائيل كانت مشغولة قوي بمسألة مشروعية تدخلها العسكري في الإقليم. لكن من خلال مستخلص كل التقارير اللي صدرت في إسرائيل ونشر في الصحف والتقارير إلى آخره، يعني تستطيع أن تقولي أن كل الاهتمام
الأمريكي في الاتفاق مع إسرائيل كان يتعلق هذه المرة بالصواريخ البالستية. ليه؟ ومن جانبين اللي هما إيه وإيه؟ تطوير الصواريخ البالستية الإسرائيلية. يعني انت لما تقولي دلوقتي ان في فجوة بين البحرية المصرية والبحرية الإسرائيلية تصل ان البحرية المصرية ترتب رقم 6 والبحرية الإسرائيلية ترقم 34 او 36 34 مثلا. لما تقولي ان الصواريخ اصبحت البالستية اهم شيء موجود في الاقليم الان. فهو في جانبين في الموضوع، جانب تقوية الصواريخ البالستية الإسرائيلية، والجانب الاخر هو اضعاف الصواريخ البالستية الموجودة في ايدي العرب. العرب كلهم. نعم. وانا استطيع ان اقول اننا امام مقدمة كده تكاد ان تشبه حملة نزع الاسلحة الكيماوية من الاقليم لتتطور الى نزع اسلحة الصواريخ البالستية من الاقليم. يعني ده التطور المستقبلي اللي هيتم التلاعب يعني عليه. هو عايز يقلم اظافر دول الاقليم طبعا، كل اللي هيقبلوا تمهيدا للهدف بتاع الاستراتيجيه الرابعه طبعا، دمج اسرائيل وخلق علاقات طبيعيه بينها وبين جيرانها. مش بس طبيعيه، اكثر من طبيعيه، العلاقات الطبيعيه الحقيقه موجوده. مش معانا يعني تبادل اقتصادي وثقافي. طيب لا لا لا، اسرائيل موجوده في غرف عمليات. طبعا الاردن، غرفه عمليات الاردن معروف. لا طيب، وموجوده في غرف عمليات اليمن. تمام. طيب مهم برضو ان احنا، فقصدي اقول لك اسف، يعني التركيز على مساله الصواريخ الفتره الجايه مهمه قوي، وتلاقي ماتس نفسه في زيارته للسعوديه قال تصريح مهم، قال ان على الحوثيين ان يتوقفوا عن اطلاق صواريخهم على الداخل السعودي. فقصد اقولك موضوع الصواريخ البالستية ينبغي ان يوضع عليه كذا خط، ده اكتر لانه جزء من تطور، مش 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 حال، انما مستقبلي فيما يتعلق باوضاع الاقليم. ده عنصر هيتم الشغل بيه طول الوقت الجاي. بالظبط. زي العنصر الثاني اللي قلت عليه اللي هو العامل الانساني. تقصد بيه العامل الانساني؟ لو جمعت مجموعه التصريحات التي قالها الرئيس الامريكي اضافه الى المذكره التي بعث بها الى الكونجرس بخصوص ضرب سوريا، بخصوص غاره قاعده الشعيرات، بتنتهي لثلاث نقاط. النقطه الاولى اضعاف، هو قال كده، اضعاف القوات الجويه السوريه. فاللي جاي يحارب الارهاب مش هيضعف القوه التي تحارب الارهاب. ويبقى الحديث عن الحرب ضد الارهاب ده كلام فاضي في الحقيقه. لا يستحق حتى التوقف امامه. الجزء الثاني كان هو ان هذه العمليه بتتم من اجل الامن القومي الامريكي، وهذا يعني ان امريكا تعيد مره اخرى صياغه تعريف الامن الخاص بها زي فتره الرئيس بوش الابن، وهو انها تتحرك في اطار مفهوم الامن المطلق وليس الامن النسبي. امن مطلق يعني ما فيش دفاعات في المنطقه، امن مطلق يعني ما فيش نظريه ردع. ده اتنين. العامل الثالث اللي استند اليه في مذكرته للكونجرس بوضوح هو ما اسماء العامل الانساني، ان احنا تدخلنا وتجاوزنا على القانون الدولي وعلى الامم المتحده من اجل العامل الانساني اللي هو بقى حمايه الاطفال، اللي هو ان اتضرب ناس، اتضرب مدنيين. ولهذا الكلام كله دلوقتي برضو صيغه كلمه المدنيين هتستخدم باتساع في المنطقه. ولهذا الفيلم الكذوب، يعني الكاذب المصنوع اللي أذيع عن ان الجيش المصري بريء بالفطره، بريء بالولاده، بريء بالتكوين، بريء بالتاريخ يعني. وانا ما احبش نحط نفسنا في موقف دفاعي، موقف دفاعي في المساله دي يقلل منا. في المساله دي الموقف لازم يبقى هجومي، انت فاهماني؟ مش هجومي باستخدام نفس الاساليب، انما بالاساليب التي تليق بينا يعني، الحقائق اللي بتحصل يعني. فعاوز اقول لك ان ما ان ان ما تمحور حوله الفيلم هو ايه؟ جرائم حرب ضد المدنيين على الهويه. هادي يعني الصيغتين دول، الصيغه دي يعني احنا الصواريخ والمدنيين، ايوه، دي مفردات عنوان الحرب القادمه في الاقليم كامله، جزء من العناوين الرئيسيه، جزء من العناوين الرئيسية. طيب فمساله العامل الانساني
هو ده كمان يفهمني ليه سوريا تم اختزالها جدا. واختزالها كلها المشاهد اطفال، الدنيا فيها كلها اطفال، لازم الطفل يطلع من تحت الانقاض بيتكلم ورموشه عليها شويه تراب، ولازم كل مشهد يبقى فيه طفل، والطفل في نهايه الامر يعني محدش عارف ازاي تم التعامل معاه. طيب انا مهتمه بما ان حضرتك قلت انه الاربعه وبعدين لما عدينا وجات مصر معاهم بقينا بنتكلم على 5 دول وحاله الحرب، انا مهتمه اللي قلته ده عايزاك تعمل له المقاربه على الحاله المصريه، لان في حقيقه الامر المواطن هيكون معني بده اكتر من متابعه المستجدات بره، دي بتهم شويه اللي بيشتغلوا على المواضيع. بس استاذنك خلينا اطلع فاصل. طيب اتفضل. اطلع فاصل تشرب فيه ميه. اوكي وكح. خلاص. سريعا للخبير السياسي والاستراتيجي الاستاذ احمد عز الدين. مصر، شوفي لحظي في مصر الكلام كان مقتضبا جدا، مفيش كلام تفصيلي في الزياره. لو رجعنا الكلام، انا الزياره امريكا ولا السعوديه؟ ماتس. لا انا بتكلم على زياره وزير الدفاع الامريكي في مصر يعني، وانا اعتقد انها زياره استكشافيه اكتر ما هي زياره اتفاقيات نهائيه محدده او يعني طرح تصورات واستقبال تصورات اكتر منها اي شيء اخر. تمام. حقيقة يعني لحظي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في كلامه عن الزياره اتكلم عن يعني فيما اظهرته الرئاسه من بيان، يعني اتكلم عن نقطتين. احنا لم نطلب من الولايات المتحده شيء، احنا طلبنا من الولايات المتحده ان يعني تقود التوجه دولي لمعاقبة الدول التي تساعد الإرهاب أو تدعم الإرهاب، معاقبة مش إيقاف دعم الإرهاب. وده كلام يعني ظاهره الرحمة. نمرة 2، يعني كل الكلام اللي قيل كطلب هو دعم جهود مكافحة الإرهاب. بس جهود. تمام. بس مش الجملة الأولى دي استوقفت حضرتك، لأنها تقريبا هي نفس الجملة اللي اتقالت في السعودية. نعم نعم. اللي هي معاقبة الدول الداعمة للإرهاب. مظبوط. ده خط. ده خط. يعني تكرارها في قطر على الأقل وتركيا. عايزين شيء في المنطقة يبقى لازم توقفه وتعاقبه الدول كمان، مش توقفه دعم، لا تعاقبه الدول التي الإرهاب. فطلب جهود دعم جهود مكافحة وليس دعم مكافحة الإرهاب. ليه؟ لأن صحف إسرائيلية ومواقع إسرائيلية قالت لك والله لا، في شيء آخر ومتغير كبير، المصريين لم يستطيعوا أن ينهوا الإرهاب في سيناء وعندهم مشكلة حتى الآن، وهم طلبوا أن تقوم أو توافقوا أو اتفقوا على أن تقوم البحرية الأمريكية بإطلاق صواريخ على مناطق معينة في سيناء، وهذا كلام غير صحيح، غير صحيح بالمرة. مصر لم تطلب من أحد أن يتدخل ليحرر لها أرضها أو أن يقاوم الإرهاب فيها. لا وعندنا دلوقتي إحصائية جلوبال فاير في تفوق للبحرية المصرية مثلا يعني. فهذا الكلام الإسرائيليين زعوه وزعوه بشدة وروجوا له. ما هي إسرائيل بتلعب برضو جيم في المسألة، وخلي بالك هي بتتكلم عن نفس النسق الذي تم به إطلاق 58 صاروخ توماهوك على سوريا. كأن البحرية الأمريكية هتروح هناك تضرب مواقع الجيش السوري وتيجي هنا تضرب مواقع الإرهاب. يعني لكن روج لهذا. فالكلام دقيق اللي قاله، ولا دعم جهود مكافحة وليس دعم مكافحة الإرهاب. دعم جهود مكافحة الإرهاب يعني معلومات بنتكلم في إلى آخره. الكلام حتى اللي اتقال عن مسألة العقاب، الرئيس قال بالنص توجيه، طلب منه توجيه رسالة حاسمة إلى الدول التي تدعم الإرهاب. في رأي حضرتك ليه الرئيس قال ده مع الأمريكان ومع السعوديين؟ والأمريكان عندهم قاعدة السلاية على الأقل في تركيا، عندهم إنجرليك في تركيا، السعوديين عندهم علاقات طيبة مع القطريين،
كمان عندهم علاقات طيبة وتدريبات مشتركة عسكرية للمرة الأولى مع الأتراك. ده خط ثابت في التوجه المصري. يعني احنا بنعلن ثوابت الدولة المصرية. طبعا دي ثوابت. والله إذا أردتم أن تعيدوا صياغة أوضاع المنطقة بشكل صحيح فعليكم أولا أن تتوقفوا وأنت أيضا أن تعاقبوا الدول التي. طيب أنا مهتمة أنك حضرتك كنت تقول كده ليه؟ عشان المواطن المصري اللي طول الوقت يا حرام بيخضع لابتزاز الإعلاميين بتبقى المسألة بالنسبة له أنه بيتقال له كان في صفقات اقتصادية، كان في كذا، كان في كذا. احنا بنقول مرة تانية الدولة المصرية تتحرك في قواعد أمنها القومي بمفهوم التواجد والمراوحة، لأنها طول الوقت معنية بتأكيد ثوابتها، ولكنها لا تنجر لأي مواجهة على أي مستوى من المستويات، لأنها ليست رد فعل. لازم تبقى المسألة واضحة بالنسبة لكم. حتى وإحنا عندنا مشاكل اقتصادية مفيش مشكلة، لكن إحنا قدها لأن هنعدي بيها السلوك القديم والصندوق القديم، ان احنا ممكن يتم ابتزازنا باي من احتياجنا الاقتصادي، قمح وغيره، الحاجات اللي من هذا النوع لم يعد مطروح على صانع القرار في الدوله المصريه، صح كده؟ انا عايزك اكمل بس بالنسبه، خلي بالك، وهو في اسرائيل الاسرائيليين زعوا تقريرين. التقرير الاولاني بيتضمن أنهم لديهم معلومات أن سوريا لديها 3 طن مواد كيماوية. ما شاء الله. وده مرتبط باللي قاله بوتين من أن هناك توزيع لمواد، يعني معركة طبعا. زعوا تقرير آخر أن صواريخ حزب الله قد كانت في الحرب الماضية، الحرب تموز، نعم، 15,000 صاروخ، وأنهم الآن وصلوا إلى 130,000 صاروخ، وأن حزب الله بهذه التقديرات يستطيع أن يضرب إذا كانت هناك معركة 1,000 صاروخ يوميا على إسرائيل، إضافة إلى أن لديه سكود دي وهذه مسافته 700 كيلو، ويستطيع أن يصل إلى ديمونة. ويصل في تصعيد في مسألة الصواريخ. ما هي لعبة الصواريخ. أنا عايز أقول لعبة الصواريخ والكيماء والعمل والمدنيين. الموقف في مصر كان على ذلك. حد يجي يقول في الاخر خالص ان البحريه المصريه في نفس هذا التوقيت بترتقي، وممكن لا غير انها ارتقت، ان كانت هناك مناورات مصريه امريكيه بحريه، والناس للاسف الشديد البعض بص لهذه المناورات في الخليج او في اماكن اخرى على انها مقدمه لعمل عسكري مشترك مثلا في البحر الاحمر، وهذا غير صحيح بالمره. اولا المناورات تمت في المياه الاقليميه المصريه وليست خارج المياه الاقليميه المصريه، مش في المياه الدوليه. تمام. وبالتالي فهي مجرد تدريب، ومصر يعني شاركت في مناورات مع الروس ومع اليونانيين ومع الاسبان ومع الفرنسيين ومع وفي الخليج وحضرت تدريبات مشتركه سواء مع السعوديه او مع الامارات. لكن عايز اقول لك ان زي بالظبط نيجي بقى نتكلم عن التصور الامريكي نفسه. عايزين يبقى هم. انا التصور الامريكي رايي في شخصي فيه، انا رايي شخصي فيه ان القاء ثقل عسكري امريكي اكبر في سوريا. عايز يستحوذ على ارض، اشمعنى الروس يعني؟ الدخول عسكريا في اليمن طبعا، في الحديده، وللاسف. بس هيدخل في اليمن بمعنى ايه؟ لا هو استحواذ على ارض وضابط للايقاع. لا، ولا هيخدم على أجندة طرف في مواجهة آخر؟ بص، الهدف الاستراتيجي الرئيسي للأمريكان هو الاستحواذ على باب المندب عشان ما نبقاش. والأمريكان لديهم في وثائقهم حتى السابقة، في وثائق أمنهم القومي، أنهم يريدون أن يستحوذوا على كافة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. في العالم؟ نعم. يعني دي الخناقة الحقيقية الكامنة. نعم. بينهم وبين الروس. نعم. وبينهم وبين الصينيين. نعم، الاستحواذ على كافة الممرات البحرية في العالم دون استثناء. تمام. انت شايف الخناقة الأخيرة بين الأسبان وبين البريطانيين بمناسبة جبل طارق يعني. طبعا. خلاص. وهو لم يبقى إلى باب المندب وقناة السويس. عشان لسه تصدق في ناس بتقعد تسألني هو فعلا كان المهم إن احنا نعمل يعني الحفر بتاع قناة السويس ده كان هو ده الإيجابي؟ لسه بيسألوا طبعًا. نفس السؤال. طبعا كان إيجابيا طبعا. ما هو للأسف برضو الإعلام ما بيقدمش للناس إلا سطح الصورة مش عمقها. طب خلاص الناس معذورة في النهاية، أن تفهم
يعني من السطح ده ما ترى انها يعني تخدعها بعض الالوان الزاهيه هنا ولا هناك ولا المشهد ده، احنا حاولنا. دي مشكله يعني. طيب مشكلة. امريكا فاحنا بنتكلم ان امريكا عايزه تستحوذ على الممرات المائيه وفقا لاستراتيجيتها. هي لديها اصل اهميه الحديده، في ان الحديده هي الميناء الاستراتيجي المحوري الاساسي، وانه هو يعني لو استولوا على الحديده بعد الموانئ الاخرى اللي تم الاستيلاء عليها جنوبا معناهم انهم يبقوا مستولين على 500 كيلو استراتيجيا من الحدود البحريه لليمن. لليمن الحديده مش بلد صغيره، دي فيها مليون نسمه يعني. يعني مش هي الارض المنبسطه الوحيده سهله الميراث في جغرافيا اليمن. وبعدين في 80% من المواد الغذائيه التي تدخل اليمن بتدخل عن طريق المينا ده. فانت عايزه يعني تنهي على المساله، على ما تبقى من ال ايوه. ما هم لما لعبوا لعبه الجبال في جغرافيا اليمن ما نجحوش نفس هذه القوات يعني، فقرروا يلعبوا هم راحوا عملوا حمله رهيبه جدا وطلعوا بيانات رهيبه انهم استولوا على سلسله جبال النار. وخاضوا حرب ضروس لمده 10 ايام، والحوثيين ليلا طردوهم وعملوا واستولوا على الجبال خلال 5 ساعات. طب خلينا اسالك سؤال مش عارفه هو صحيح ولا لا. في الحقيقه البعض بيتحدث ان المخابرات البريطانيه نقلت معلومه للتحالف بقياده الرياض من انه يعني يبدو ان مصر تسعى لايجاد مخرج سياسي في مشهد اليمن، وان لديها طرف ليس هو من هذه المجموعه ولا من تلك، يعني له عبد ربه منصور هادي القيادي الاصلاحي الاخواني المدعوم، ولا هو من الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وبالتالي يعني مصر تسعى لتقديم حل سياسي في مشهد اليمن. في منه الكلام ده ولا مش دقيق؟ طب هقول لك اولا كان مطلوبا منذ بدايه حرب اليمن ان تكون مصر معزوله عن اي حل سياسي في اليمن. ثانيا لا ابالغ ولا ادعي اذا قلت ان مصر لديها تصور بحل سياسي في اليمن منذ اكثر من عام ونصف، وان هذا الحل وافقت عليه الاطراف الفاعله داخل اليمن. ومن يعطله؟ لأن مصر مطلوب أن تكون معزولة عن إيجاد حل سياسي في اليمن من الأصل، تمهيدا لسيطرة الأمريكان على باب المندب. فهو في 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 في, في ما تسأل نفسه في أنهم يريدون أن يحصلوا على قاعدة في اليمن. قال نفسه نحن نريد أن نحصل على قاعدة في الأول. البريطانيين كانوا وهم الأمريكان كانوا بيبنوا قاعدة في اليمن قبل دخول الحوثيين وكانت انتهى 75% من القاعدة الأمريكية في اليمن. البريطانية ولا الأمريكية؟ لا الأمريكية. وده برضو يفهمنا ان احنا ليه لما قررنا نبقى موجودين في مشهد اليمن قررنا نبقى موجودين بحريا وفي باب المندب بس. اي كلام تاني؟ مصر لا قذفت طوبة ولا حجر في اليمن. انا اسف، بعض اليمنيين بعتين يقولوا ان هناك اتفاقا قد حدث في السعودية اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر يمكن ان تتدخل عسكريا في اليمن. مش صحيح. مصر لا يمكن ان تخون ثوابتها القومية، ومصر في موقفها النهائي من مسألة اليمن منذ البداية ومنذ اللحظة الأولى، وهي ترى أنه واحد لابد من الحفاظ على وحدة التراب اليمني، لابد من الحفاظ على اليمن كدولة موحدة ذات سيادة، ثلاثة أنه لا بديل عن حل السياسي في اليمن. هذا موقف مصر الثابت والراسخ والنهائي. دي ثوابت الدولة. خليني أشكرك. إحنا خلصنا؟ لا إله إلا الله. ما هو دايما كده. بشكرك شكرا جزيلا الخبير السياسي والاستراتيجي الأستاذ أحمد عز الدين، دايما بتدينا جرعات مكثفة في الحقيقة. بشكر حضرتك جزيلاً. وبقول لكل يعني مشاهدي بين السطور من فضلكم حتى لو الحلقة بتبدو كده مليانة معلومات النهاردة تقيلة شوية ومش مباشرة، لكن دي بتخليكوا أصلا تبقوا عارفين كويس قوي ليه في بداية الحلقة وفي المقدمة تكلمنا عن أنه عينه موجودة في كل تفاصيلنا، وإحنا بنصر نرهق هذه الدولة في اللي مش مطلوب في فقه أولوياتنا. الحالة أصعب بكتير من مجرد إن احنا نقعد نتكلم إمتى الحاجات هترخص أو الدولار هيرخص أو الأوضاع دي هتتغير. مش هتتغير غير باستعادة كامل الهيبة لنفسنا وفي الإقليم. إلى اللقاء.